استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن القطاع التجاري في المملكة يحظى بكل الدعم والإسناد من جانب الحكومة للقيام بدوره في تنشيط الحركة التجارية، لافتا سموه إلى أهمية دور القطاع الخاص كعنصر محرك لعجلة النمو الاقتصادي. وقال سموه إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل تعزيز المكتسب الوطني في مختلف المجالات، فوحدتنا وترابطنا هي السبيل لتحقيق ما نتطلع إليه من نماء وازدهار للوطن. كما تطرق سموه إلى قيمة التواصل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع كسمة من مميزات أبناء البحرين على مر العصور، وباتت جزءا من هويتهم الوطنية وتاريخهم الأصيل، حيث شدد سموه على ضرورة الحفاظ على الموروث الحضاري لمملكة البحرين ومواصلة جهود التعريف به، فهو خير شاهد على نجاح أبناء البحرين في تحدي كافة الظروف وصولا إلى وطن متقدم ومزدهر. ونوه سموه إلى أهمية واهتمام الحكومة بتطوير المواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها المملكة، وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية والأدبية على توثيق أعمالهم باعتبارها جزءا من التراث المعاصر للمملكة. وأشاد سموه بالفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز من ريادة المملكة في مجالات الفنون والإبداع، منوها سموه إلى حرص الحكومة على توفير البيئة المواتية للمبدعين من أبناء البحرين لمواصلة إبداعهم في كل المجالات باعتبارهم هم التنمية وأساس التطور والازدهار.